ابدا في المحترف، هو دائما المحترف هو الفارق. طيب اللي ودك كلكم واحد، الف مبروك تاهل. الله يبارك فيك طول عمرك. اليوم مشاعر مختلطه، كنت انت الاخير موقف الاحسد علي، وكان بجانبك خالد. من كان يستحق البقاء، انت او خالد؟ كلنا عينين في راس ونعم فيكم. اللي جلس يمثل اللي برا ومقتنعين بقرار يجي، واللي جلس راح يكسب اكثر من اللي برا. اللي يكسب واللي جلس راح يكسب اكثر من اللي برا. اللي موجودين الرجال دول مع اللي برا وقوف. صحيح. بالنسبه لمشاركتك انت، كنت مقتنع منها انك انت كنت تستحق انك انت تبقى وخالد يخرج؟ انا مقتنع فيها داي، لكن هذه عند اللجنه وعند التصويت، ما لي فيها اي قرار ولا فيها اي صلاحيه. عايض الصوت مو واضح؟ لا. طيب ممكن تشغلون لنا الصدى؟ وحسبي على من